ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن تولهم فأولئك هم الظالمون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متمم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.